موجز لأهم وآخر الأخبار، فأهلا بكم. أحبطت القوات الجنوبية شحنة قطع طائرات بدون طيار مهربة كانت مخبأة في ألعاب أطفال ومتجهة للميليشيات الحوثية. وذكرت مصادر إعلامية أن الشحنة كانت على متن شاحنة قادمة من محافظة لحج، وتضم كاميرات ومحركات طائرات بدون طيار ومستلزمات تصنيع أدوات حربية، بالإضافة إلى أقنعة وأجهزة اتصالات لاسلكية وإلكترونية. بحث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس مع مساعد المدير العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة أندي بليت تدخلات الوكالة في تعزيز عدد من القطاعات الخدمية في المحافظة. وأكد لملس على أهمية الدعم والتدخلات المستمرة المقدمة من الوكالة الأمريكية للجوانب الإنسانية والتنموية لتجاوز التحديات الاقتصادية والخدمية والمعيشية الصعبة والاستثنائية. من جهته أشار بليت إلى أن الوكالة الأمريكية سخرت لدعم الجوانب الإنسانية والتنموية في اليمن نحو مليار ومليوني دولار خلال العام المنصرم، وهي حريصة على تعزيز هذا الدعم. التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في العاصمة عدن السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاغن والملحق العسكري مارك ويتمان. وأشار الداعري إلى أن ما تشهده عدن من تحسن أمني ملحوظ بعد الجهود المبذولة في مكافحة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها في المحافظات المجاورة. من جهته عبر السفير الأمريكي عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب. حذرت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن من الممارسات والاستهداف الممنهج من قبل الميليشيات الحوثية بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وحذرت الوزارة في بيان من العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد الوطني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن. نظمت جالية أبناء الجنوب في ولاية شيكاغو الأمريكية دور اللواء صالح السيد اليافعي، وتقام هذه الدورة وفاء للفقيد اللواء صالح السيد الذي كان يشغل مدير أمن محافظة لحج والقائد العام للقوات البرية الجنوبية. ويشارك في الدور 10 فرق رياضية بأسماء شهداء الجنوب. وجاء الدور كبادرة شكر وعرفان للشهداء والمناضلين الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا الغالي والنفيس لتطهير الوطن من الأعداء والمتربصين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.